الأمل الشريف للبلاستيك، صرح صناعي عملاق في مدينة العاشر من رمضان، مساحته 200 ألف متر، مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة في إنتاج مواسير المياه والغاز والاتصالات بأحدث الخطوط الألمانية من البوليسيلين والبولي بروبلين والبي في سي، وبجميع الأقطار والوصلات بإجمالي 3000 منتج. يعني باختصار بيصنعوا منظومات متكاملة ومتخصصين في توصيل مصادر الحياة لكل مواطن في مصر، ودعم ومساندة كل المشروعات العملاقة سواء الزراعية أو العمرانية أو الصناعية. وبالمناسبة بيمتلك المصانع مجموعة من المساهمين أبرزهم بنوكنا الوطنية العملاقة، ومنها بنك الاستثمار القومي بنسبة 29.5%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 11.5%، والمصرف المتحد 5%، وبنك قناة السويس 0.5%، وباقي الأسهم بيمتلكها مساهمين مصريين في الشركة. وخلي بال حضراتكم، الصرح اللي قدام حضراتكم ده مبيعاته في عام 2022 حققت قفزة كبيرة تجاوزت 3.7 مليار جنيه، مع الاستحواذ على 25% من حجم السوق المصري، وبيخططوا خلال العام الحالي 2023 للوصول بحجم المبيعات ل 6 مليارات جنيه وصافي أرباح 1.2 مليار جنيه، والاستحواذ على 40% من حجم السوق المحلي، وده بجد إنجاز حقيقي في ظل تضخم أسعار الخامات والمعدات، بخلاف ضرورة الحفاظ على مكتسبات وحقوق العمالة اللي عددها يتجاوز 1500 مهندس وكيميائي وفني وعامل. طبعا ده كله بخلاف التصدير لأسواق العالم. تعالوا في البداية نقابل المهندس محمد يوسف زين العابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمل الشريف للبلاستيك، واللي نجح في استعادة الشركة فعلاً كاستثمار وطني مذهل، وأعاد تأهيل المصانع بالكامل، وأضاف خطوط جديدة وأبرزها الخطوط الألمانية العملاقة لتصنيع المواسير بقطر 2.7 متر و1.6 متر، يعني تنقل أنهار مش مجرد مية. حضرتك أدرت شركات عالمية، قادم من قطاع البترول المصري العظيم، درست الحوكمة وكل ده طبقته هنا فقفزت بهذه الشركة. تقريباً بقالي 4 سنوات شرفت برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمل الشريف. بعتز وبفتخر إن أنا تم ترشيحي إن أنا بعضو من ذوي الخبرة. كانت المهمة إن إحنا نحافظ على المواقف اللي إحنا وصلنا لها علشان تبقى شركة ليها تاريخ عريق، بس في نفس الوقت معاصرة وبتواكب كل التغيرات اللي بتحصل حوالينا. فطبعاً معروف عندنا إن إحنا عندنا قطاع فني محترم محترف، حاولنا نفرز ونشوف مين الشباب المؤهلين للمرحلة اللي إحنا عايزينها، مرحلة اللي هي بنقول عليها مرحلة تحول من أنا بسميها من المحلية إلى العالمية. والحمد لله حصل استجابة. كل ما أنا براهن دايماً على الإنسانية، كل ما بنعامل أي حد بإنسانية بتعرف تاخد منه أقصى. أما تقول لنا ماذا حققت الإنسانية بالأرقام؟ كنا حاطين مستهدف في سنة 24 إن إحنا نوصل لمبيعات حوالي 5 مليار جنيه، وما كناش متوقعين إن إحنا في سنة 22 نوصل لحوالي 3.7 مليار جنيه. برغم بالورقة والقلم ممكن تلاقي الحاجات دي ما بتحصلش، فممكن تقول بقى 1+1 ما كانوش 2، ده 1+1 كانوا 3 و4 كمان. ده بالنسبة للإيرادات. فالحمد لله وصلنا الحصة السوقية مقبولة جدا، وبقت شركة الأمل الشريف معروفة لكل الشركات الغاز مثلا، يعني اللي بتشتغل في البنية التحتية للغاز. طبعا شاركنا في مشروعات قومية زي مشروع حياة كريمة، فبالتالي بقى لنا نصيب كبير في توصيل الغاز والمية والاتصالات وتطوير حياة 60 مليون مواطن مصري. الحمد لله احنا الرسالة بتاعتنا توصيل مصادر للحياة. خلي بال حضراتكم، المهندس محمد يوسف زين العابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمل الشريف للبلاستيك،
تخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس سنة 1988 تخصص مدني، وقضى من عمره 17 سنة في قطاع البترول في الشركات العالمية متعددة الجنسيات، وتولى إدارة شركات إكسون موبيل 7 سنين في مصر وشل 10 سنين منها 6 سنين على مستوى الشرق الأوسط، وترشح من خلال قطاع الاستثمار في البنك الأهلي المصري لاستعادة مصنع الأمل الشريف للبلاستيك مش مجرد إدارته، ودي المهمة اللي نجح فيها باقتدار وبالأرقام. انت اللي لازم يقابلك تديله كمية طاقة تخليه لازم يقابلك وهو فرحان. ربنا يخليك. ففرحنا ب 23 مستهدف والله ايه؟ والله احنا بنحاول نوصل لأرقام قد تصل ل 6 مليار جنيه مبيعات القطاعات البيعية المتنوعة اللي انا قلت لحضرتك عليها. عندنا تحديات كتيرة، لكن انا كل ثقة في فريق العمل اللي بيشتغل معايا، كل ثقة في الموردين اللي بيشتغلوا معايا، كل ثقة في الوكلاء والموزعين اللي احنا بنعتمد على الله وعلى نشاطاتهم، واحنا دايما في ظهرهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يكرمنا ونقول لحضرتك هنوصل للكلام ده ازاي. اخبرنا ايه في المشروعات الزراعية في طريق الضبعة وفي توشكا وفي شارع العوينات؟ ده انت الاساس. بص حضرتك، احنا الاساس بتاعنا في الإنتاج كان بيتوجه لقطاع المية. إحنا كان واخدين الحقيقة، خدنا الدعم من مجلس الإدارة ومن المساهمين في إن إحنا نكبر الأصول الإنتاجية بتاعتنا اللي بتخدم المشروعات القومية الخاصة بكل الامتداد العمراني اللي بيحصل في مصر، سواء الامتداد العمراني ده بيخص مدن سكنية تجارية إدارية أو مشروعات زراعية بالكامل. عندنا ماكينة هنا بتطلع أكتار مرعبة. يمكن مفيش منها 2 في مصر. ده حقيقي. دي محتاجينها في ايه؟ عرفنا المصنع ده اشتغل عليها ليه عشان يأمن احتياجات مصر في ايه؟ الحقيقة واحدة من الميزات التنافسية اللي احنا بنشتغل عليها هي المصداقية. المصداقية لو ما كسبناهاش من العملاء مش هنقدر نعرف نعمل معدلات نمو زي اللي انا اشرت عليك. فمن أهم الجهات اللي بتشتغل في المشروعات القومية كان الهيئة الهندسية الحقيقة، وإحنا رحنا شفنا إيه هي المتطلبات إن إحنا نتسجل كشركة الأمل الشريف. اتسجلنا من ناحية إدارية، بعد كده من الناحية الفنية، بعد كده هم المصداقية بتاعتهم في إن هم اتعاملوا معانا بفضل الله سبحانه وتعالى أدت إن هم شاركونا في الاستراتيجيات بتاعتهم، وقالوا لنا يفضل جدا جدا ان احنا نستثمر فيما هو قادم. والحمد لله استثمرنا في البولي إيثيلين، صناعة المواسير البولي إيثيلين اللي هي بتستخدم في الشبكات بتاعة الري والزراعة. فابتدينا بمكنة مقاسها لغاية 630 ملي، ثم مكنة 1600 ملي هنا المصداقية، ثم مكنة دلوقتي اللي حضرتك بتشير ليها لسه تحت التركيب ب 2700 ملي. دلوقتي تعالوا نقابل السيد كرم صلاح الدين رئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري، واللي هيشرح عمليات الاستثمار المباشر اللي بينفذها البنك في مختلف القطاعات لتنمية أصوله وخاصة القطاع الصناعي. النهاردة احنا في مجموعة ضخمة جدا، الأمل الشريف للبلاستيك، واحدة من أكبر مجموعاتنا المتخصصة في صناعة المواسير. بالضبط. صرح البنك الأهلي بيشارك بحوالي 11.5% من إجمالي الاستثمار في هذا المشروع. طمني على مشروعاتنا اللي البنك الأهلي بيشارك فيها، وإزاي بنشارك، وإمتى بنتخارج. حاجات كتير أوي عايز أعرفها من حضرتك. البنك الأهلي بدوره القومي داعم لكل الأنشطة الصناعية، من ضمنها النشاط مثل نشاط الأمل للبلاستيك كمساهم وكليه ملكية 11.5% من أقدم الملكيات الموجودة للبنك الأهلي، وما زال بيدعم من خلال أي طلب كزيادة رأس المال، أي دعم بوجود عضوية مجلس الإدارة. لكن هي من ضمن محفظة الاستثمارات التي أشرف أن أنا تكون تحت إشرافي وفريق العمل الموجود في مجموعة الاستثمارات. خلينا أتكلم الأول على مساهمات جديدة البنك الأهلي. خلال 22 فقط دخل في مساهمات جديدة، سواء في رؤوس أموال صناديق لدعم شركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفي دعم أنشطة غير مالية بأكثر من 1.5 مليار جنيه.
سواء في شركات لدعم الصادرات وإحلال الواردات، وده شركة مع خمس بنوك بأشرف يكون لجنة عن البنك ممثل ليها لدعم الأنشطة اللي تزود الصادرات وتقلل الاحتياج للاستيراد. خلي بال حضراتكم، السيد كرم صلاح الدين رئيس مجموعة الاستثمار في البنك الأهلي المصري، تخرج في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان سنة 1989، والتحق بالعمل المصرفي في بنوك خاصة حتى سنة 1996، وبعدها تولى رئاسة قطاع التمويل والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وشرق أوروبا بإحدى المجموعات الصناعية الكبرى بالقطاع الخاص، وكان مسؤول عن 40 شركة تابعة للمجموعة وبتتعامل مع 30 بنك عربي وعالمي، وانضم للبنك الأهلي المصري سنة 2017 كرئيس للاستثمارات، وتولى منصب رئيس مجموعة الاستثمارات في عام 2021، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماستراخت بهولندا. شركة زي الأمل الشريف حضرتك شايفها إزاي بعد سنوات من الاستثمار؟ أنتم من أقدم المساهمين فيها، شايفها إزاي كشركة ذات فرص واعدة؟ ببساطة الأمل الشريف من 4 سنين كانت بتحقق حوالي 1 مليار جنيه، النهاردة بتحقق أكتر من 3 مليار 700، وفي خطة طموحة 6 مليار، وفي خطة طموحة كانت 5 مليار بنهاية 23، النهاردة بتتعدل الخطة ل6 مليار. ده صحيح. كانت بتحقق صافي ربح تشغيل قبل الضرائب والفوائد والاستهلاكات في حدود 200 مليون تقريبا، النهاردة بتحقق أكتر من 700 مليون، والطموح إن هي تحقق أكتر من 1 مليار جنيه إن شاء الله بإذن الله بنهاية 23، رغم الظروف الصعبة اللي مرت، سواء كورونا اللي مرت بالفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار الخامات نتيجة النزاع اللي موجود خارج الإقليم العربي والإقليم الإفريقي. الشركة مرشحة للطرح من خلال 32 شركة الدولة هتطرحهم للاكتتاب العام، حضرتك شايف الخطوة دي إزاي؟ طبعاً هي خطوة إيجابية إن في شركات ناجحة وشركات لسه كمان فيها فرص توسعية أكبر ومضاعفة زي هنا، فرص زي كبيرة هنا جداً. زي أمل الشريف وزي شركات كتيرة اللي هم 32 شركة اللي الدولة اختارتهم يكونوا للطرح العام أو الخاص، والأفضلية أو مش عايز أقول الأفضلية، الاتجاه إن طرحها لمستثمرين غير مصريين أو مستثمرين أجانب، وده يعود بالمردود بعملة أجنبية تضخ داخل البلد في شركات ناجحة بتحقق موارد أو بتضيف أو بتزود الموارد العملة الأجنبية لمصر، وفي نفس الوقت بتحقق مردود إيجابي وعوائد مجزية لأي مستثمر النهاردة يساهم في الشركات الـ 32 واللي من ضمنهم شركة الأمل الشريف. دلوقتي هنقابل مراد جلال مدير التسويق والتصدير في شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وهيكلمنا عن الأسواق الحالية والمستهدفة لمنتجات الشركة اللي عددها بيتجاوز 3000 منتج. 3000 منتج في 3 عائلات مهمة جدا، المية والغاز والاتصالات. بالظبط كده. سوق منتجاتك، بننتج ايه وبنسوق فين وأسواقنا فين وبنصدر لمين؟ احكي لي. طبعا خلينا نبتدي الاول مع حضرتك بالمنتجات الاول. احنا عندنا 3 عائلات اساسيه، عائله البي في سي، وعائله البي في سي طبعا دي اللي هي فيها شقين مهمين جدا. الشق الاولاني اللي هو بي في سي اللي هو صرف المنازل هو الابيض، وده منتج الشهير بتاع الامل الشريف. صرف تغذيه صح؟ لا كده صرف فقط اللي هو المنتج الابيض المشهور جدا بيه الامل الشريف في السوق، طبعا ده منتج ذو جوده عاليه جدا. اما بالنسبه للمنتج الثاني بتاع البي في سي هو بي في سي الضغوط، وده اللي الامل الشريف بتشارك فيه في مشروعات كبيره جدا من مشروعات البنيه التحتيه للدوله. تمام. العيله الثانيه هي عيله البي بي ار. بي بي ار زي ما حضرتك شايف اللي هي المواسير الخضراء اللي هي مواسير التغذيه للبيوت او للمنشآت. بالظبط، المنشآت السكنيه او مستشفيات، اي منشاه بتحتاج ميه في المنشاه نفسها بنحتاج المواسير البي بي ار او البولي بروبيلين زي ما هو شائع. العيله الثالثه بتاعتنا هي عيله البولي ايثيلين. عيله البولي ايثيلين دي طبعا عيله كبيره جدا مليانه منتجات، أولها اللي هي بالنسبة لنا زي المايكرو داكت، وده بيستخدمه في قطاع الاتصالات، بيبقى بيعدي فيه مواسير المايكرو فايبرز.
تمام. وبعد كده عندنا مواسير البولي إيثيلين الكبيرة ذات الأقطار الكبيرة، وطبعا احنا عندنا أقطار تصل لحد 1600 ملي. وبعد كده لسه عندنا الاستثمار الجديد اللي هو ال 2700 المكنة الكبيرة اللي احنا كنا بنتصور عندها من شوية، دي مهولة مهولة كبيرة جدا ما شاء الله. هم الألمان بقالهم قد ايه بيركبوها؟ الألمان داخلين دلوقتي في 3 شهور بنركبها، 3 شهور ده زمن قياسي، لان يعني مكنه كبيره جدا. هم استعانوا بالخبرات اللي موجوده هنا في الامل الشريف. احنا طبعا كان عندنا سابقه، اذا اسمح لي ان انا احكي لك عليها، ساعه الكورونا كان في مكنه جت من بره، ولكن الناس المهندسين ما عرفوش يجوا علشان خاطر ساعتها كان الطيران مقفول ويركبوها. الامل الشريف المهندسين الداخليين عندنا ركبوا المكنه، والالمان لما جم لقوها متركبه، فهم بس حطوا اخر تاتش فيها، كانوا مستغربين جدا ازاي المهندسين المصريين ركبوا المكنه. انا بقى حاجه في عامل قالها لي في ودني، قال لي والله عدلنا على المكنه الالماني حصل. والالمان اعتمدوا التعديل بالظبط بالظبط بالظبط. فده طبعا جزء من منتجات البولي إيثيلين. الجزء الثالث طبعا احنا بننتجه من منتجات البولي إيثيلين مواسير الغاز. حضرتك النهارده بتصدر بحوالي 50 مليون دولار صادرات من هذا المصنع لكثير من اسواق العالم وخصوصا الدول العربيه. تمام تمام. اساعدك ازاي وادعمك ازاي كدوله عشان تفتح كل الاسواق، عشان ال 50 مليون دولار تبقى 300 مليون دولار، محتاج ايه؟ احنا بفضل الله موجودين في سوق العراق بقوه جدا، تقريبا احنا منتج رقم واحد هناك. موجودين حاليا في سوق ليبيا وبنتوسع فيه. داخلين سوق تونس، عندنا اسواق في غانا، عندنا اسواق في اليمن، وبرضه احنا عندنا احد النجاحات احنا بنصدر للسعوديه، بنصدر لها بارقام كويسه الحمد لله. فعشان نكبر هذا الاستثمار او هذا العائد الدولاري للدوله عندنا، احنا محتاجين لسه نكبر الطاقات بتاعتنا. احنا عندنا طاقات كبيره جدا، احنا زي ما حضرتك عرفت احنا تقريبا بنصنع حوالي 70 الف طن مواسير في السنه، وده رقم كبير جدا جدا. على فكره مصنع الامل الشريف للبلاستيك موجود في مجموعه عظيمه من المعامل اللي هدفها التاكد من جوده الخامات والمنتجات اللي بيصنعوها. تعالوا نقابل المهندس عبد الرحمن صلاح، مدير المعامل والجودة في شركة الأمل الشريف للبلاستيك. خليني أسأل حضرتك على الاختبارات اللي بنقوم بيها على 3 خامات مهمة جداً بننفذ منها كل منتجاتنا، البي في سي والبولي إيثيلين والبولي بروبلين. عندنا نوعين من الاختبارات، نوع على الفيرجن ماتيريال وهي لسه جاية، ونوع على البرودكت بعد ما يتم إيه؟ بعد ما يتم التصنيع. فالفيرجن ماتيريال بيتم عليها اختبارات معينه سواء للبي في سي او للبولي إيثيلين، وبناء عليه بناخد القرار ان احنا هنكمل بالخامه دي. يعني تمام، يعني مثلا يعني خام بيور يجي لك برضه تختبره عشان تطمن لجودته في التصنيع. طبعا المفروض ان احنا المنتج او الخامه نفسها سواء باودر او بيلتس سواء البولي اوليفين او البي في سي لازم نقول ان هي سلوك هيبقى عامل ازاي. واحنا طبعا بالنسبه لامل الشريف احنا بنجيب خاماتنا يعتبر من سواء من اوروبا او سواء من امريكا او سواء من مصر هنا من شركه زي العمريه على بس برضه لازم نطمن. طبعا. ده اصل انا حضرتك انا مش بعتمد على الداتا شيت اللي جايه، بس انا بعمل اختباراتي بقول ان الداتا شيت ديت خلاص اكوردنج موافقه للكلام ده كله، فببدا اقول ماشي نبدا ايه نعمل كومباوندنج ونحط على المكن ونشوف البرودكت عامل ازاي. لكن لو احنا في مشكله في الاول هيبقى السلوك بتاع الخامه جوه المكنه في مشكله فيه. الاختبارات دي يا باشمهندس دي مواصفه مصريه مثلا لازم تعملها، ولا دي مواصفات دول اللي احنا بنصدر لها، ولا ايه بالظبط؟ عايز افهم. بالنسبه لحضرتك المواصفات نفسها احنا ملتزمين بالمواصفه بتاعه اللي بتيجي المواصفه العالميه، سواء العالميه ديت ممكن تكون الدن الالماني او المواصفه الايزو نفسها او المواصفه الاوروبي او المواصفه المصري. فاحنا المنتجات عندنا شغاله طبقا للمواصفات دي كلها. الامل الشريف للبلاستيك عندنا امل كبير انه يكون احد المصانع الكبرى اللي تقود صادرات مصر لتحقيق خطه الوصول بقيمه الصادرات المصريه لحوالي 100 مليار دولار، وكمان تغطية احتياجات مصر من مواسير المياه والغاز والاتصالات، وهم يقدروا ينفذوا الحلم ده لأنهم بيمتلكوا أحدث خطوط إنتاج في العالم، وخبرات العمالة مهولة، والخامات المتوفرة في المصنع تغطي احتياجاته لثلاث أشهر على الأقل، والإدارة واعية وبتطبق نظم الحوكمة باحتراف. بجد يستحقوا النجاح.